تدرون النبي صلوات ربي وسلامه عليه تكلم عن هذه الجوالات قبل 400 عام؟ يا لطيف، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. يقول أسامة بن زيد: صعد النبي على أطم من أطام المدينة، أي مكان مرتفع، فقال لمن حوله من الصحابة: أترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله، والله أن الحديث تقشعر له الأبدان. قال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وفسر أهل العلم والعلماء أن هذه الفتنة التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إنها الجوالات وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيونات. والله فعلا إن هذه الأشياء دخلت كل البيوت سواء في بادية أو في مدينة، والخيار لك. هذا الشيء اللي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنك تستخدمه في الخير يكون شاهد لك يوم القيامة ترتقون فيه درجات عليا، أو أنه نسأل الله السلامة يكون شاهد عليكم.